الفقرة الأخيرة كده كل كام يوم بنحب نختمها بحاجة مفيدة جدا لحضراتكم، اللي هي الفقرة الطبية اللي كل مرة بيبقى معانا فيها ملف مختلف. النهاردة هنتكلم عن الفيتامينات لصحة الرجل والمرأة، عشان محدش يزعل بقى مرة نعمل فقرة للرجل بس نلاقي أسئلة طب وفين المرأة والعكس صحيح. النهاردة للرجل والمرأة وفي نفس الوقت هنقارن كده شوية طبعا، لأن طبيعة حياة الرجالة غير الستات برضو، والظروف اللي بيمروا بيها والمقاومة والمناعة حاجات مختلفة طبعا بيولوجيا كتيرة جدا. مع دكتور دينا أبو السعود، يا صباح الهنا. يا صباح الخير يا حبيبة قلبي. نورينا والله. وفقرة قلنا نجمع فيها بقى الفيتامينز الخاصة بالرجالة والستات، عشان يعني مش عايزين نعمل برضو إيه حد يزعل مننا. ماشي. نجمعها رغم زي ما كنت بقول لك أكيد طبعا السيدات بيبقى ليهم احتياج لفيتامينز مختلفة إلى حد ما برضو عن الرجال، والعكس صحيح. بالنسبة كمان السن بيفرق جدا. نبدأ مع المرأة. وفكرة هنا ان انا كسيدة انا عايزة من وانا عندي مثلا 15 سنة ابتدي، او انا عندي 15 سنة او بنتي عندها 15 سنة او whatever، ان انا احافظ على صحتي لغاية لما اكبر علشان اتفادى العجز البدري او المبكر والامراض اللي قدر الله ممكن تيجي بعد سن معين بحكم السن يعني، او هشاشة العظام او الى اخره. ابدأ من بدري واعمل ايه؟ طبعا ابدا من بدري وابدا من سن اصغر، يعني اصغر من 15 كمان. بقول للامهات خلوا بالكم من طريقه اكل اطفالكم. يعني يمكن حاجه شفتها قبل كده مستفزه شويه بالنسبه لي، لما اخش اي محل بنت صغيره بتصرخ كتير مثلا، فمامتها تجيب لها كانديز قد كده فتسكت. الحاجات اللي بتربوا عليها في اكلهم وان هم اطفال هيترتب عليها حاجات كتيره جدا لما يكبروا. لو انا عودت طفلي على الاكل اللي كله سكريات والحاجات دي، لما يكبر هيبقى ممكن يحصل له مقاومه للانسولين، ممكن يحصل له مشاكل في عمليه التمثيل الغذائي سواء طفل او طفله. طيب لو هقول ان الفيتامينات والمعادن مهمه من سن بدري، يعني من سن 13 سنه مهم جدا. مهم جدا للبنات تبتدي تاخد فيتامين سي وتاخد فيتامين اي من سن 20 سنه، ده لازم. لان الكولاجين بينقص تدريجيا بعد سن 25 سنه، ولو انا ما تفادتش الموضوع ده ان فيتامين سي بيعزز لي على انتاج الكولاجين هعجز على طول. بتلاقي بناتي انا هوند في العشرينات وشها مليان تجاعيد، دي حقيقه، وبشرتها صفرة متهالكه كده متهالكه. بقول لاي سيده او اي بنت ما تعتمديش ان انا شكلي حلو وهستنى. احنا عندنا مشكله كمصريات لازم نستنى المشكله وبعدين نبتدي نحلها. لا انا زي القمر، انا مش محتاجه اي كلام. ايوه لا مفيش حاجه اسمها مش محتاجه، حاجه اسمها كده مفيش. البشره محتاجه ترطيب، محتاجه فيتامين سي، محتاجه فيتامين اي، محتاجه انتي اوكسيدنتس. الستات محتاجين حديد، محتاجين كالسيوم، محتاجين فيتامين بي، فلا مجال يعني لازم فيتامينات من سن صغير. حلو جدا. تعالي ننقل شويه للرجال برضه عشان نعمل بالانس في الحلقه. ايه الفيتامينز تحديدا اللي الرجال بيبقوا محتاجينها وفقا لطبيعه جسمهم وبرضه الاعمال منهم بيعمل اعمال شاقه مثلا تعتمد على القوه الجسديه، ودي اعمال كتيره منها يعني، فنبدا من هنا. الرجال محتاجين فيتامينات تعلي مناعتهم وتعلي نشاطهم. ايه الفيتامينات اللي بتقدر تعلي المناعه؟ فيتامين سي وفيتامين سي وزنك، دول اللي بيعلوا المناعه جدا. والنشاط محتاج فيتامين ب، عائله فيتامين ب كامله، بي كومبلكس. بي كومبلكس طبعا. بستاذن الساده المشاهدين يا ريت نصور شكل علبه الب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت، لاننا ما عندناش بدايل اطلاقا، لا بالاغلى ولا بالارخص. طبعا القرص الواحد احنا شايفين القرص الاخضر بينزل فيه 13 فيتامين ومعدن، مهمين جدا لكل السيدات وكل الرجال من جميع الاعمار. طبعا زنك، فيتامين سي، فيتامين اي، عندي كالسيوم. ستات مهم جدا جدا الكالسيوم ليهم، هم اكيد عارفين. عندي الفوليك اسيد، الفوليك اسيد مهم جدا للست الحامل، ومهم جدا الفوليك اسيد لاي حد هيعمل عمليات سمنه مفرطه. هو الكالسيوم لو رجعنا له بس هنا اتكلمنا باستفاضه شويه، في سيدات يعني الكالسيوم ايه مصادره غير مثلا الموز؟ لان في ناس ما بتحبش اكلات غريبه جدا. حد يقول لك ما بحبش السي فود مثلا، حد يقول لك ما بحبش الموز. في حد بيكره الموز في العالم؟ انا مش بحبه قوي. طب اتفضلي. يعني المصادر الحلوة اللي بنجيب منها الفيتامينز بشكل سلس كده ما بنحبهاش. الكالسيوم موجود مينلي في المشتقات الألبانية.
لا مش في الموز، لا بوتاسيوم اللي في الموز. البوتاسيوم اللي في الموز. معلش. البوتاسيوم مهم جدا. باي ذا واي يعني. طيب الكالسيوم موجود في الالبان، وموجود في البيض، وموجود في المكسرات، موجود في السمسم، بيتخن شويه السمسم، موجود في السمسم. جت على السمسم. جت على السمسم. لكن اكيد بيبقى صعب ان احنا ان انا اكل الحاجات دي او اللبن والكلام ده. ممكن انسى، ولازم الجسم محتاج كل يوم 1000 ملي جرام البالغين من الكالسيوم. الحامل محتاجه 1200، كبار السن قوي محتاجين 1200، لازم ادعم بالكالسيوم. الحلو في قلب مالتي فيت ان انا عندي 70 ملي جرام، عشان انا بقول ان قلب مالتي فيت بيتاخد يوميا، انا مش محتاجه ان انا اوقفه. يقول لك طب ايه ده؟ طب مش محتاجين نوقفه، طب في كالسيوم، طب ازاي؟ طب الكالسيوم يعلى، خطر الكالسيوم يعلى. اكيد قلب مالتي فيت لا يمكن هيعلى معاهم نسبة الكالسيوم، لأن أنا عندي 70. بالعكس أنا أدعم برضو بالمكسرات وباللبن ومشتقات الجبن. حلوة. ممكن بقى السؤال ده يبقى للرجال والسيدات، حد مثلا كبر في السن، هنقول أنا بعتبر أن الناس لغاية 75 والله صغيرين. بيبقى سنة برضو، لو واحد فوق 70 أو واحدة وابتدى يقول لك خلينا فوق 65، لما ابتدى يقول لك طب أنا دلوقتي لو عايز أبدأ مؤخرا يعني، وابتديت متاخر جدا ان انا اهتم بصحتي، حد يعني الباك جراوند بتاعه ما فيش اي اهتمام بالصحه، وفي ناس كده على فكره كتير، هل 65 يبدا هيفرق معاه قلب مالتي فيت بمنتهى الصراحه، ولا التاثير عشان كبر السن ممكن ما يبقاش نفس التاثير على شاب مثلا صغير؟ طبعا هيأثر معاهم جدا بالإيجاب، يعني لازم يستخدموا ألب مالتي فيت وكبار السن. وعايزة أقولك لما قلت لي 75 سنة لسه صغير، ده على فكرة لو أنا مهتمية بنفسي من وانا صغيرة هوصل لل 75 ده فعلا، وهلاقي نفسي عندي نشاط. وده أنا بشوفه في النادي، حد عنده 75 سنة بيفضل رايح يعوم، رايح جاي ساعتين، احنا ما نعرفش. ولاقي حد عنده 30 سنة ايوه بينهل. احنا فهو غير مدخن، دي رقم واحد، لان انا قعدت بقى ايه عايزه اعرف ايه النشاط. عملت انترفيو معاه بقى. ايوه عملت انترفيو، وحياه ربنا غير مدخن، بيفطر السلطه والحاجات والنشويات بياخدها بقليل، ووقف السكر. يعني والله انا وقفت السكر ما حصلش اي فرق. السكريات لا، ازاي بجد؟ ازاي؟ لا. السكريات لما تقل بالعكس، يقول لك ايه السكر بيديني طاقه، بيدي طاقه وقتيه، لكن لو انا بيجوع بسرعه كمان، بيجوع بسرعه بالظبط. طبعا البيوتين اللي شفناه دلوقتي على الشاشه برضو من احد مشتقات الب مالتي فيت. البيوتين رائع للتمثيل الغذائي ولترطيب البشره ولعدم تساقط الشعر. مهم جدا. الزنك معاه الزنك معاه نحاس. اوكي ده مهم جدا. الاثنين فيه فيتامينات، يعني هو الفيتامينات بتشغل بعض. طبعا زي زي كالسيوم فيتامين د، زي الزنك والنحاس. طبعا مكتوب صحتك في الفيتامين زي قلب مالتي فيت، مفيش ليه بديل. اوكي خالص. ممكن مثلا يخش الصيدليه فمش موجود مثلا في الصيدليه دي، فيطلعوا لهم حاجه تانية، حاجه مالتي فيت. ما هي مالتي فيت دي يعني مالتي فيتامين. ركزوا في الاسم وركزوا في الشكل. طيب منافذ البيع بتاعتنا ايه؟ طبعا الصوره اللي انا شايفاها دلوقتي على الشاشه دي خاصه بالساده الصيادله، الدكاتره الصيادله اللي عايزين يوفروا قلب مالتي فيت، بقول لهم ان احنا موجودين في شركه التوزيع، الشركه المصريه للمتحده، والكود مكتوب عندي، ده كود للصيادله. يبقى احنا موجودين في الصيدليات، موجودين اونلاين، عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها بايو ناتشرال، الشركه المنتجه الالبا مالتي فيت، وعندنا الاونلاين بنوصل لحد باب البيت، وليكم حريه الاختيار، تقدروا تشتروا الالبا مالتي فيت من اي مصدر من اللي انا قلته. عظيم جدا. طيب لو ابتديت اتكلم معاكي برده شويه علشان الناس يبقى عندها ايمج او يعني الرؤيه واضحه شويه، حد ممكن يقول لك طب انا ايه اللي يميز لي قلب مالتي فيت عن اي مكمل غذائي تاني؟ يعني لما اجي اتكلم ايه الادفانتجز، او ايه يعني ليه قلب مالتي فيت بمعنى اصح؟ مميزاته كتيره جدا جدا. اولا الاعلى في تركيز الزنك، ما اعتقدش اطلاقا في منتج موجود من المكملات الغذائيه
فيها 23.9 يعني 24 ميلي جرام، ده اعلى تركيز في الزنك. ومعاه كليت اللي انا قلت اللي بيشغله مع نحاس، النحاس انتي ايجينج مضاد للشيخوخه. ده رجال وسيدات هنا بقى طبعا يخدم الاثنين. طبعا هيخدم الاثنين. عندي قلب مالتي فيت داعم جدا كمضاد اكسده، احنا يوميا بنتعرض للاكسده، جسمي بيتعرض للاكسده، بشرتي بتتعرض للاكسده، شعري بيتعرض للاكسده، فلازم استخدم انتي اوكسيدنت. قلب مالتي فيت من اقوى المكملات الغذائيه كضد اكسده لاحتواء على فيتامين اي واحتواء على فيتامين سي. ثالث حاجه داعم جدا للمناعه. يمكن الناس ما كانتش مركزه في المناعه غير لما جه الفيروس. صحيح، بقت دي يعني ايه بدانا نركز في المناعه، بس انا عايزه اقول ان في حاجات تانية كتير غير كورونا ان احنا لازم نعلي مناعتنا. سمعنا عن الفطر الاسود. الفطر الاسود بيصيب مين؟ اللي مناعته قليله بيتمكن منه، وطلع جدري مش عارفه ايه، فلازم طول الوقت حاجه اسمها الخنازير ولا حاجه، حاجات بقى الانفلونزا الخنازير ومش عارفه ايه وده زمان. لا، في حاجه قريبه كانت جدري القرود مش خنازير، احنا عمالين الحيوانات بتتغير. فلازم طول الوقت ان احنا نخلي جسمنا حيطه سد لاي جسم خريبي يدخل. اعرف اعزز الخلايا المناعه بتاعتي، وده بقلب مالتي فيت، لان اقوى فيتامينز للمناعه فيتامين سي مع زنك. عظيم جدا. تعالي نروح للاسئله بقى، لان اكتر حاجه برضو بحبها هي فقره الاسئله او الحته دي. نروح لمهاب احمد بيقول صباح الخير، كنت عاوز اعرف هل نقص الفيتامينات في الجسم ممكن تسبب مشاكل في النوم وخاصه الارق؟ طبعا اكيد. بيبقى احيانا من بعض اعراض نقص الفيتامينات في الجسم الارق وعدم النوم. قلب مالتي فيت هيساعد جدا في القصه دي. ده على فكره دي حاجه، الانسومنيا دي عند نص الشعب. على فكره بقى، خلينا برضو اسالك سؤال بمناسبه السؤال ده. في ناس كتيره، وده اللي انا اكتشفته مؤخرا، بتنام يوميا بمنوم لموضوع الارق ده، وده خطير جدا حسب معلوماتي طبعا، وتاكدي لي، ده خطير جدا وبيلعب في الاعصاب وحاجه على اللونج تيرم بشعه، خصوصا لما يبقى سنك 30 32 اللي هو السن يعني اللي احنا لسه صغيرين. طبعا. طيب ايه بقى؟ لا، خطر جدا ان انا اخد منومات من غير استشاره الدكتور بتاعي. هو لا يمكن الدكتور هيوصفه كل يوم على طول يعني. بالظبط، يبقى انتحار على طول. بقول ادويه الاكتئاب ما بتتاخدش مع نفسي، ادويه المنومات ما بتتاخدش مع نفسي، لازم الطبيب المختص. لان كمان لما بتيجي توقفي لازم بتوقفي تدريجيا، لو وقفتي مره واحده هيحصل مشاكل كبيره جدا. فبليز. وديبريشن اصلا. ديبريشن بيؤدي الى لا قدر الله. طبعا. فلو سمحتوا محدش ياخد منومات وادويه انتي ديبريسنت غير مع الطبيب المختص. وبدل أكيد. فكره معالجه الارق بمنومات، في كذا حاجه، في فيتامينز فعلا ممكن تساعدك على ان انت تنام اهدى او نجرب الاول بالفيتامينات. بالظبط، ما نلجاش لاسوء الحلول كده على طول. نجرب حاجه الاول بالفيتامينات. صحتنا والله مش هتتعوض، والله بجد الواحد مش طالع بيقول كده بيحاول، والله الصحه ما هتتعوض. دلوقتي احنا بنستسهل، بس لما نكبر هنقول يا ريتنا ما عملنا. صح. يعني صح. هاجر سليم بتقول صباح الخير، كنت عاوزه اسال دكتور دينا، هل قلب مالتي فيت ممكن يساعد في تقليل مشاكل البشره زي الحبوب واثارها والهالات السوداء؟ قلب مالتي فيت هيحسن البشره وكفاءه البشره وجوده البشره جدا. فيتامين بي مهم، الكوبالامين اللي بينتج لي كرات الدم الحمراء، فيتامين سي اللي بيعزز امتصاص الحديد وبيعزز انتاج الكولاجين من اول وجديد، الزنك مهم جدا للبشره، فقلب مالتي فيت داعم جدا لجمال المراه. كويس. طيب بالنسبه يعني انا دلوقتي لو باخد قلب مالتي فيت، والتخزين بتاعه ازاي؟ انا مسافر مثلا، بسيب شنطتي في العربيه، بيحصل درجه حراره عاليه، هل الكابسولز هي تابلتس ولا كابسولز بالمناسبه؟ تابلتس. التابلتس ممكن تبوظ الصلاحيه يعني، برضو عشان الناس تبقى عارفه. لا، هو التخزين ما ينفعش احطه في الشمس. اوكي، خالص. دي نقطه كويسه خالص، فدي كويس ان برضو سالتيني، لان اكيد خطر جدا يعني انه يتحط في الشمس. ما تسيبش بقى الدواء مش بس مالتي فيت او اي دواء او اي مكمل غذائي ما يتسابش في كريمات بشرة، الحاجات دي كلها بتتأكسد. كويس. فدرجة الحرارة مش هنحطه في التلاجة، فدرجة الحرارة اللوم تمبرتشر اللي هي اللوم تمبرتشر العادية. كويس. حتى بتلاقي مثلا الأوميجا، بتلاقي العلبة بتاعته غامقة.
ممنوع خالص يتعرض للشمس لانه بيتاكسد. كويس. فاي دواء عندي، اي مكمل غذائي، اي كريمات تبقى في على درجه الحراره العاديه، غير الادويه اللي بيبقى فيه ادويه محتاجه ثلاجه اكيد يعني. لكن احنا بنتكلم على ده تحديدا. بالظبط. لان تلاقي ناس كتير بترمي الادويه، تلاقي كده اللي هو التابلو فيه 100 حاجه، بستغرب برضو اللي هو ازاي يا جماعه كده، خطر لا جدا. لا وبيصحوا ياخدوه برضو في التابلو العربيه، يعني لو حصل مثلا توقيت عايز تاخده في وقت معين، يبقى واحده بس تابلت واحده في الشنطه. طب معايا وخلاص. صح. في اي وقت انا حابب ان انا. صحيح، هي الجرعه المناسبه هي قرص واحد، هو بس قرص بالظبط، فالموضوع هيبقى سهل عليهم جدا. طيب خلينا برضو نروح للحاجات اللي ممكن يبقى بتيجي في اذهان البعض. ممكن شخص يقول لك طيب انا دلوقتي لو خدت مثلا الب مالتي فيتو لم اشعر باي نتيجه ايجابيه، ده يبقى راجع لان انا عندي مشكله مثلا مزمنه او مرض مزمن، ولا ان المفعول بتاع الفيتامينز مش راكب مع جسمي؟ ممكن حد يقول لك كده؟ ألب مالتي فيت اللي أنا شفته من السادة العملاء يعني ريفيو هايل بصراحة، الحق يقال رائع. بقول مثلا لو بتكلم على الخمول مثلا والكسل ولسه فيه، يبقى أنا كده وقتها عندي مرض مزمن، عندي ممكن بقى أروح للدكتور يشوف وظائف الكلى، يشوف وظائف الكبد، يشوف القلب. لو شعري برضو باخده وشعري لسه بيقع، اشوف المناعه عندي، لو عندي لا قدر الله خلل في المناعه، عمل لي الوبيشيا. أيوة. لو عندي مشاكل في الغده الدرقيه، انا على طول بقول الب مالتي فيت داعم للصحه ومش علاج لمرض. لو انا اخذت الب مالتي فيت شعري لسه بيقع، يبقى لازم اشوف مستوى الحديد، لازم اشوف المناعه عندي، ولازم اشوف الغده الدرقيه والكلى. كلى مهم، كلى جودتها مهمه جدا عشان البروتين ما يقعش مني. كويس. لان الشعر محتاج بروتين. هي دي الفكره. انا بقول الب مالتي فيت ما دام ما عنديش مرض مزمن، هو بنزين للصحه العامه يعني. كويس. كان في حد برضو بيسال عن فكره هنا تحسين النظر، هل في اي مكملات يعني مكونات في الب مالتي فيت ممكن ان هي تحسن من النظر؟ طبعا فيتامين بي كومبلكس اكيد. برضو بي كومبلكس. اوكي. طبعا، لان بي كومبلكس هو انا بسميه الاكل بتاع الاعصاب، فبيحسن جدا عصب العين، فبيحسن من جودة العين وجودة الرؤية. ما دام ما عنديش يعني، في حاجات تانية طبعا لازم، اكيد لازم بروح لدكتور عيون لو عندي جلوكوما، لو عندي سكر، لو عندي وات ايفر، لكن الب مالتي فيت هو داعم لاعصاب العين، فبيحسن جودة العين جدا. طيب في ناس بتعاني برضو، دي اسئله من الحاجات انا كنت بقراها على الصفحه عندنا، من اللي هي الايدين بتبقى بتعرق كتير خصوصا في السن الصغير. الناس بقى اللي هي دي الصغيره او حتى اعمار عاديه، ايه المشكله وايه الفيتامين اللي بيعالج ده؟ ممكن فيتامين بي برضو، لان فيتامين بي بيحسن لي التمثيل الغذائي، وهو اللي بيعمل ديتوكسيفيكيشن للجسم. بس ليه في الايد تحديدا بتبقى ده؟ في ناس بتمشي بمناديل وبتبقى على طول. بتبقى طبيعه جسم. طبيعه جسم. أوكي. ممكن يكون طبيعه جسم بيشربوا ميه كتير وات ايفر. لكن لو هتكلم على رائحه العرق، مش بتكلم بقى على الايد، لو رائحه عرق كريهه، الجسم كاتم سموم، فنقدر نستخدم الب مالتي فيت لانه داعم جدا لعمليه التمثيل الغذائي. طيب بما ان احنا بنتكلم على كل لسه كلامنا في الراس، فنتكلم على الاسنان. طيب الاسنان. الاسنان اولا مهم قوي ان احنا نعتني بنظافه اسناننا، بنغسل اسناننا الصبح وبالليل وبين الوجبات. الدنتل فلوس مهمه جدا، اللي هي مش عندنا ثقافتها، مش توث بيك، دنتل فلوس اللي هي بتاعه دي الخيط، عشان نشيل اي بقايا اكل. ده مهم، دي تتعمل مره في اليوم. ده لازم لازم عشان نشيل بقايا الاكل ونحافظ على اللثه بتاعتنا. لو عندي نقص في الفيتامينز مثلا، وده بيؤدي الى دم في اللثه، ممكن يبقى فيتامين سي. الكالسيوم مهم جدا لصحه عظمي، فبالتالي الكالسيوم مهم لصحه سناني، مع فيتامين د مهم لصحه سناني، مع نقلل السكريات لان السكريات هتسوس لي سناني. اوكي. فكل هي سلسله ودايره. ايوه يعني كله بيكمل بعضه. كله بيكمل بعض. طيب هروح معاكي ودلوقتي هنروح ننتقل للرجل شويه. معظم، مش كله طبعا، معظم الرجال بيعانوا من فكره لو في سمنه بيبقى تحديدا في منطقه البطن، في الكرش يعني. فممكن حد لسه بيفكر يعمل عمليه او ما يعملهاش، بيعمل دايت ويرجع ياكل، يعني اللي هي السلسله اللي بتكرر بشكل مستمر دي للناس اللي هي ارادتها ضعيفه شويه. ازاي ممكن الب مالتي فيت للحالات اللي زي كده تساعد الى حد ما في فكره هنا تحسين الصحه بقى، لان هو اوريدي البني ادم ده بيبقى صحته مش كويسه. بصي، دهون البطن دي خطر جدا جدا، لان البطن شايله الكبد والمعده،
فدهون البطن بيبقى يعني بعد كده ليتر اون دهون على الكبد، يعني دهون لو هنا وهنا مش خاطر قد البطن. لا وكمان لو كرش كبير حسب بقى مش خاطر قد البطن. النفس ممكن يبقى النفس فيه مشكله بكام بجد. قلب مالتي فيت بيدعم التمثيل الغذائي، هو محتاج يتحرك، ممكن يكون تقيل على الحركه، فخد قلب مالتي فيت هتلاقي نفسك بتتحرك، هتلاقي سرعه الحرق عندك اعلى. طبعا هيبقى رائع لانه بيحتوي على فيتامين بي كومبلكس، فهيبقى داعم جدا وبيحسن المود برضو، فممكن الواحد داعم لما موده يبقى طبعًا حلو بيدي موتيف. او طبعا طبعا, طبعًا. وارجع اقول القرص هو قرص واحد، ما نكترش عن كده. ما كويس، تعالى ناخد منه 2-3. لا اوعى نعمل كده، عشان طبعا الاكسيد من فيتامينز كتيره او بنسب كبيره الجسم مش محتاجه، بتهيأليش يعني تبقى افضل شيء. نورتينا كالعاده، والفقره انتهت، لكن اكيد لسه الملفات ما انتهتش واسئله المشاهدين ما انتهتش على مدار ان شاء الله الاسابيع والحلقات الجايه ان شاء الله نغطي. بشكر حضراتكم جدا على متابعتنا، وبانتهاء هذه الفقره بتنتهي الحلقه. نشوفكم بكره ان شاء الله وعلى حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.